هنعمل ايس كريم البطيخ. ايس كريم البطيخ من الحاجات اللطيفه جدا، دايما لما البطيخه كانت تطرى او يبقى طعمها مش قد كده يعني كنا بنعملها عصير. فالعصير ناخد منه بقى نعمل شويه ايس كريم نخلطه كده ويتعمل ويتحط مع كريم شانتيه يبقى ايس كريم وناكله كده من الفريزر. البطيخ طالما هي مش قد كده قوي يعني اخدها اخلي البذر منها اضربها في الخلاط، لو انا عايزاه عصير هضيف له نسبه سكر صغيره جدا وبعدين هحط له لازم عصير ليمون، هتلاقوا لونه بقى لون الرمان الغامق بس هيبقى عصير بطيخ ممتاز. طب انا عايز اعمله ايس كريم انا مش هضيف ليمون، هحط له بقى كالاتي: عندي 3 كوبايات من البطيخ المتقطع مكعبات مخلي من البذر طبعا، وعندي كوبايه من الكريم شانتيه باودر اللي هو الخام اللي مش متضاف له سكر. خلينا نفرق بين الكريم شانتيه اللي حضرتك تشتروه جاهز ده متضاف له نسبه سكر، فهنراعي نسبه السكر واحنا بنحط على الايس كريم نفسه. طيب عندي كوبايه كريمه بارده طبعا تفضل انها تكون بارده، وعندي ربع معلقه صغيره من اللون الاحمر لان لما هعمل كريمه لون البطيخ هيفتح شويه خلاص هيبقى الكرموزي الفاتح ده، فانا عايزه ادعمه بس اديله هسه كده بسيطه خلاص، فهندعم باللون. دلوقتي 3 كوبايات من البطيخ مكعبات، عليهم كوباية كريمة مبردة، عليهم كوباية من الكريم شانتيه، أنا هضيف سكر لو أنا حابة أو هحط شوية حليب مكثف لو أنا عايزة. الكريم شانتيه الخام يبقى أنا هضيف سكر، كريم شانتيه مش خام يبقى أنا مش هضيف سكر، اتفقنا؟ طيب هبدأ دلوقتي أول حاجة هاخد كده البطيخ بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى فكرة أنا هحطه مكان الحليب عادي جدا المكثف مفيش مشكلة عندي، بالعكس أنا عايزة أضربهم مع شوية الحلوين دول عشان يدوله تيست وطعم حلو. خليني كده هنا هاخد كميه البطيخ الحلوه دي، بطيخ من غير اي اضافات انا بس ايه هو منزل ميته بس هو بميته هاخدها لان دي ميه نزلت اوريدي من البطيخ انا مش مزوده له ميه. خلاص هبدا انزل هنا دي بلاش كده. طبعا احلى حاجه البطيخ الساقع مش قادره اقول لكم بيبقى جميل جدا في الصيف من الحاجات المرطبه فيها نسبه ميه عاليه. ناخد كده البطيخ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عايزه اصب دلوقتي انا عايزه درجته تبقى محمره سنه، فانا عايزه احط دلوقتي نقطه كده واجرب اللون بسم الله. طيب خليه زي ما هو، هاجي في العجان او بالمضرب اليدوي لو انا جاهز عندي واسهل لي مفيش مشكله خالص، هحط الكريم شانتيه وهحط عليه الكريمه الساقعه البارده الحلوه بسم الله. بس دقيقة تاخد حوالين الكريمة من هنا عشان خطورة حرام كده خلاص. و طبعا دي كريمة الخفق عشان تديني بس قوام حلو بسم الله. ضربتهم مع بعض تدي بس طعم وتيست حلو، الكريمه بتدعم دايما الطعم بيبقى طعمه حلو قوي. وادي البطيخ
اللي احنا ضربناه ما ضفتلوش اي حاجه خالص. انا يمكن بس عملت لان كان عندي باقي شويه حليب مكثف، لكن في العادي حضرتك هتحطيه زي ما هو بس بالميه اللي نزلت منه، لكن مش هضيف له حاجه. مش عايزه اعمل اي حاجه الا لما نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نقفل مع بعض اول حاجه ايس كريم البطيخ. مستنيه حضرتك. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. انا ضربت الكريمه اهو، بصوا حضراتكم، وهبدا اضيف. انا بس عايز احط هنا الاول للولاد لو حابين تستخدموه كايس كريم بس بطعم البطيخ، بطيخ مسلك كده منعش. ها طب يبقى مختلف. عايزين بقى نضيف شويه تانيين من غير قوي، زي ما تحبوا. اوكي كده، واحط دي هنا، خليني بس امسح دي عشان لما تجمد. اوكي وهبدا احط كده دي بالبطيخ، وهعمل واحده تانية بس بعد ما اضيف الكريمه علشان تبقى برضو بطعم تاني. ده لو انا عايزاه يبقى فاكهه بس، هضرب البطيخ بس واحطه كده يبقى حاجه منعشه مسلجه. طيب خليني اصب هنا على الكريمه شويه من البطيخ اللي احنا ضربناه ونشوف اللون اخباره ايه، لو في حاجه محتاجين ندعمها في اللون نزود. معانا ام اسلام حبيبتي. اهلا 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 بيكي يا حبيبتي، معلش بقى عشان تعبانه النهارده. لا الف سلام عليك. الله يخليك يا حبيبتي، ربنا يبارك. بعد الشر عنك يا قمر. الحمد لله. نعمل ايه بقى؟ لا يا روحي، لا الف بعد الشر، انا هجيب العروسه واجي. والله يا عزيزه يعني العروسه كده مش عارفه تروح فين ولا فين. هتتعب يا حرام. بعد الشر عليكي يا روح قلبي والله. خليكي يا حبيبتي. اقول ايه بقى؟ يا جماله يا جماله يا خبر ابيض والله. حبيبنا بقى شوف حسن حبيبنا بقى طبعا لازم. لا بجد والله الحلقه جميله جدا يا عزيز. الحمد لله يا رب يعني تبقى خفيفه بس وسهله. يعني مش قادره اتصل من كتر الجمال اللي انت عاملاه. ربنا يخليكي ليا يا رب. اقدر ان انا فعلا اشوفك انت بتعملي ايه بجد والله. حبيبه قلبي ربنا يعزك يا رب حبيبي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. بس العلبه دي عايزك أيوة. تقولي لي جايباها منين؟ اقول لك فورا. ايوه اقول لك. عينيا الاثنين. بوصي اصحابي بقى بيجيبوا لي. عندي ولا عندي يا روح قلبي. ربنا يخليكي لي يا رب. بس انا على فكره من امبارح بتكتبوا ام اسلام اسكندريه وانا مش من اسكندريه. ايه يا اولاد، ايه يا اولاد، يا اولاد مش كده يعني، احنا نعكس نعمل كده مع ام اسلام حبيبتنا. يا نهار ابيض، ناخد بقى اللي انت عاملاه ده. ده احنا ام اسلام من شبرا اجدع ناس يا اولاد، يعني عيب. خليكي يا حبيبتي، اللي انت عاملاه ده ناخده ونطلع بيه على اسكندريه على طول. يا والله هي برضه اسكندريه عشق برضه، وتحيه لكل اهل اسكندريه والله. انا بصي مهما اروح ولا اجي هي اسكندريه طبعا. امال ايه؟ امال ايه؟ يعني دي عشق الاول والاخير طبعا، خصوصا في الشتاء كمان يا عظيم. الله الله، حلو قوي قوي يا سيدي، يا مزاجه يا مزاجه. نورتيني وشرفتيني. مش عايزه اي طلب؟ اه عايزه ايس كريم المستكة بعد اذنك يا سيدي. يا سيدي انا بصي مش عارفه اكله من ايد اي حد خالص. طيب. بكره هعمله لك مخصوص. ربنا يبارك والله عشان خاطر عيونك. ايه رايك؟ هنعمل مستكة بالفستق الحلبي. اه فستق الحلبي الحلو بتاعهم ده. اتفقنا بكره باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبه قلبي. بقول لشيرين سعيده ان انا سمعت صوتك النهارده. سلام يا رب. امبارح الاستاذ احمد. سلام يا رب. احمد عادل وكل كرو البرنامج. سلام يا ام اسلام ورا الكاميرات بجد. سامعين؟ اولاد شاور اهم. يعني بتتعبوا معانا قوي. ربنا يعزكم يا رب، تستاهلوا كل خير. احلى مشاهدين واحلى جمهور في الدنيا والله. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. ربنا يخليكم لينا. كل اصدقاء البرنامج بسلم عليهم. تسلمي يا روح قلبي والف سلام عليك يا روح قلبي بعد الشر عنك. طيب انا هخلط كده خلطه سريعه. بصوا درجة اللون بقى. حاضر.
خلاص انا خلطت وهعمل كده بالسباتيلا. بصوا بقى، عايزين تكتروا الكريمه، عايزينها تبقى تدي فوليوم اكتر، تبقى فومي اكتر، عشان هدي خبطه كمان لان كان في شويه كريمه تحت. المفروض اضيف الكريمه يعني العكس او كده، بحب اضربها جامد وتبقى لينه. خليني اضرب اخر ضربه دي، ومعانا طبعا تليفون حد من الغاليين على قلبي جدا. تمام، انا هعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم، وهاخد بسم الله. ايوه ده هصب برضو واحده في القوالب اللي عجبت ام اسلام، والله مبسوطه انها عجبتك جدا. نروحي ده احنا نجيبهم لحد البيت والله كده، ونصب هنا شويه. بصوا بقى القوام هنا، بسم الله اهو. ده باللي فيه الكريم شانتي او الكريمه المخفوقه هنا اهو، وهحط كده هنا من الحاجات اللطيفه جدا وسريعه جدا، والولاد بيحبوها قوي. بصوا بقى درجه الالوان هنا اللي متضاف له الكريمه، وهنا البيور البطيخ البيور، اعتقد من الناحيه الثانيه واضح اكتر، اللي هو اللونين، درجه اللونين. طيب انا هبدا بقى اصب هنا في قالب كبير، وبصوا لما بيطلع يبقى تقريبا كده. خليني مثلا ايه نشوف جارنش، امسح بس الطبق من جوانب. معانا مدام روحيه حبيبه قلبي، حبيبة قلبي مدام روحية. انت اللي حبيبتي عظيمة وحشة. حبيبة قلبي وحضرتك اكتر يا روحي، عاملة ايه؟ الحمد لله نشكر ربنا يا بنتي. بنوتك الغالية عاملة ايه دلوقتي؟ صليلة عظيمة حبيبة قلبي، بعد الشر عنها ان شاء الله. بدعوات كل حبايبك هتبقى زي الفل يا رب كده، ويشفيها ويشفي سهام ويشفي مريم. امين امين يا رب. سلام ويشفي كل مريض. امين يا رب العالمين. امين يا حبيبه يا قلبي. ما جبتش لحد حاجه وحشه ابدا يا عم. امين يا روح قلبي، تسلمي يا رب، تسلمي. الحلقات اللي فيها دي جميله جميله يا عظيم. الله يخليك يا رب مدام روحيه. جم ايدك يا حبيبتي. حبيبتي تسلمي يا رب وتعيش. قلت حلقه الخيار ما عملتهاش ليه؟ لسه هعملها، حاضر من عينيا. ما انا عايزه الخيار ومستنياك يا روح قلبي. لا هقول لك حالا، والله لا اقول لك دلوقتي عشان تبداي فيه. عشان اعملها يا عظيم هقول لك دلوقتي من عينيا الاثنين، من عيني. من عينيك وايديك وبس. تحياتي لزوج حضرتك المحترم. ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك يا بنتي. ربنا يديله الصحة، ودايما مفتوح بحسكم يا فندم. نعم؟ دايما مفتوح بحسكم يا فندم. ربنا يخليك يا بنتي ويخلي راجل بيتك وأولادك. أمين. تصحي بيهم يا رب. أمين يا فندم في حياتك يا رب، تسلمي. نسلم على الجروب كله على سهام، عايزين نسمع صوتها وربنا يشفيها يا رب. أمين يا رب العالمين، أمين. تسلمي لي مدام روحية، تسلمي لي، نورتيني وشرفتيني يا حبيبة قلبي. عينيا أقول لك حالا الخيار. طيب احنا كده بقى ممكن عندنا طريقه ان احنا نحطه اما في القوالب الصغنونه الجميله بتاعت الاستاكس دي بتاعت الولاد يحبوها قوي، احنا كمان ككبار. قلنا الفات الغامق ده، لا الفاتح ده الغامق ده، في بطيخ بس بيور خلاص، ما ضفتلوش اي حاجه، وده اللي احنا ضفنا له الكريمه. زي ما انتوا عايزين تاخدوها فاكهه بس سهله كده، مفيش مشكله. وبعدين عملت في علبه بلاستيك هنحطه يجمد، بتطلع ممكن يبقى قالب اللي يعجب حضراتكم.